أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في الحلقة العاشرة من فوائد قرآنية، ونحن في الآية 62 حتى الآية 69 من سورة البقرة، ولقد قرأناها بقراءة الإمام أبي جعفر المدني رحمه الله برحمته التي وسعت الدنيا والآخرة. وأبو جعفر المدني له راويان وهما ابن وردان وابن جماج، وكلاهما توافقا في هذه القراءة، فلذلك قلنا بقراءة أبي جعفر المدني رحمه الله. هذا بالنسبة للقراءة لهذا الوجه. أما بالنسبة للفوائد لهذه الآيات، الأول الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، لا يقبل الله عز وجل غيره، كما قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قرأناها بقراءة السوسي عن أبي عمرو البصري. والمقصود بالحكم المذكور في الآية الأولى أي في الآية الثانية والستين ثانيا، قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قابل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذر مخالفة أمر الله عز وجل. ثالثا، أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه، كما حدث ذلك لبني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، لكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عز وجل عليهم حتى وجدوا تلك البقرة عند أيتام باعوها لهم بوزنها ذهبا، أو في رواية بملء إهابها ذهبا. رابعا، هذا أول إحياء للموتى في هذا سيكون معنا أول إحياء للموتى في هذه السورة، وسورة البقرة ورد في إحياء الموتى في عدة مواضع نبينه بإذن الله تبارك وتعالى في مظانه. رابعا، أن اللفظ أعوذ بالله هو اللفظ الجميل للكلام مع الجاهلين، ولفظ قاله العلماء وقاله الأنبياء، ولذلك قال الله عز وجل: قل أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، في رد موسى على هؤلاء الجهال من بني إسرائيل عليه من الله لعنات متتابعات. وننوه هنا أن بعض الناس لما تعثر الدابة يقول: الله يلعن شيطانه، الله يلعن شيطانك، ونقول إن الشيطان ملعون بنص القرآن وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن الله أمرنا بالاستعاذة به، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ولم يأمرنا بلعنه وإن كان ملعونا خبرا من الله تبارك وتعالى. وأيضا من هذه الفوائد في هذه الآيات التي ذكرناها أنه ورد فيها يوم السبت، والله عز وجل ما ذكر سورة كاملة باسم يوم من أيام الأسبوع إلا سورة الجمعة، لكي يوضح لنا عظم هذا اليوم، فيه خلق آدم وأدخل الجنة وهبط منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة، وإن الله عز وجل هدى هذه الأمة لهذا اليوم، فالناس فيه لنا تبع: اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. هذا ما تيسر إراده وتوفر إعداده، وأعان الله على ذكره، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويخلد دعوانا الحمد لله رب العالمين.